خير إن شاء الله. شايفك مبسوطة، شو القصة؟ وشو بيمنع يعني؟ سمعانة خبر كتير حلو. مو حاولت تقنعي سوزان بخليله وخليتيها توافق عليه؟ شو هالحكي هاد سامي؟ ما بعرف والله. وقت سمعتي الخبر ابتسامتك وصلت للسما. انت كنت عم بتدوري على حجة لتطلعي سوزان من بيت عمها شهيناز، واجت الحجة لعندك اليوم. هو شخص كتير محترم، وهو رجال متعلم وابن ناس كمان. انت منين بتعرفي اذا كان محترم ولا من عائلة محترمة اصلا؟ يعني هو رفيقك واكيد رح يكون مثلك. يا ريت لو ما شافته نهائيا. ما لي علاقة بكل هالموضوع سامي. خليل عرض عليها الزواج وهي وافقت ببساطة. انا ما حاولت اقنعها وما تدخلت بشي. برأيك لو سوزان مو حاببته بتقبل يعني؟ ما في بيناتهم لا حب ولا شيء. الموضوع مو هيك. إذا مو هيك لكن ليش وافقت؟ شو ما حكينا على الفاضي. تمنى لها الخير وبس. إيه؟ وأنت مع مين كنت راكبة بالسيارة؟ كيف ما فهمت؟ على أساس مانك فهماني. شفتك بعيوني اليوم، هو فتح لك الباب وحضرتك طلعتي وكنتي مبسوطة. قصدك عثمان مزبوط؟ عثمان؟ عثمان بيكون ابن جيرانهم لأهلي وبيشتغل بالتعهدات والبناء. وانت بتركبي مع كل أولاد الجيران بسياراتهم يعني؟ شاهيناز خلص، على شو عم تضحكي؟ شو قلت شي بيضحك؟ عثمان اتصل بأمي، عنا قطعة أرض وعم نفكر نبيعه إياها، ورحنا ورجيناها عليها. هذا هو الموضوع. لو ما شفتكم بالصدفة اليوم ما كنت دريت؟ لأنه من فترة ما عم نحكي غير بسوزان وبمشاكلها. سامي خلينا ننسى اللي صار ونرجع مثل الأول. بتتذكر كيف كنا نحكي لبعض كل شي كان يصير معنا وناخد رأي بعضنا بالصغيرة والكبيرة؟ ما اشتقت معي لحياتنا؟ ليكي أنا مو جاييني نوم، إذا نعساني روحي نامي، أنا طالع شم هوا. أنت شو عم تعملي هون كمان؟ انشغل بالي عليكم سامي. كمان هالمرة شربان كتير ما. ليش خلى شيء إلا وعمله؟ بعرف سامي بعرف، اعذره. سوزان وسعيد كانوا عم يحكوا بصوت عالي وأنا سمعتهم شو قالوا. ليش أنت شو سمعتي؟ إنه هاي اللي اسمها منال طلعت حامل والولد من أخوك سعيد. هو ليش صاير شي تاني؟ هالولد هذا مو من سعيد. كيف مانو منه؟ مو منه وانتهينا. إيه؟ أنا مخنوق وبدي شم شوية هوا. اخترعي أي شي لبابا وشوفوا أنتو. خليل شو بدي أقول له يعني؟ سامي هلأ أجيت؟ تأخرت كأنه؟ شوي. ايه هالظرف شو في بقلبه؟ ولا شي بخصوص الشغل، عادي مو مهم كتير. ايه كل الحكي اللي قلته عني بالمزرعة قدام سوزان رح خليك تدفع ثمنه غالي كتير. أهلا وسهلا سامي. سعيد وين؟ المفروض يكون بغرفته. شوفي شبكهم. شايفك مبسوطة على غير العادة. إذا مبسوطة ما بيعجبك، وإذا مزعوجة ما بيعجبك. لا مو هذا اللي مو عاجبني شاهيناز، اللي عملتيه. ليش أنا شو عملت؟ حضرتك رقصتي مع رجال غريب ولسه عم تسألي شو؟ أنت شو هاد اللي عم تقوله سامي؟ عثمان مو غريب، هو صديق العيلة، أنا حكيت لك عنه. بده يشتري الأرض ما بتتذكره؟ المرأة المحترمة بتنتبه على تصرفاتها. شو ما بتعرفي الأصول ولا بدك ياني أرجع أذكرك فيها؟ أنا بنت مرباية ومحافظة على حالي وبعرف حدودي منيح. يبدو أنت اللي مخربت بيني وبين حدا تاني.
على كل حال ما بدي اتخانق معك بنص الليل. اسمعي شو بدي اقول. اتركني. عم توجعني اترك. لا تتعامل معي هيك. وكيف بتحبيني اتعامل معك؟ انت جنيت اي انا جنيت. مستحيل شوف غيرك مين ما كان يكون. وبحبك كتير. هاي المي سوزان. اسلموا ايديك سام، ما كان في داعي تعزل. لا شو هالحكي، خلص المرة الجاية انت بتجيبي. حضرتها ما فيها تجيب مي لحالها مو؟ برأيي جيبوا لها خدامة إلا وارتاحوا. كنت نازل على المطبخ لجيب مي شبك معقول؟ خي؟ يعني شو فيها هي كمان؟ لأنه هالبنت وبعمرها هاد عم تلاعب الكل هون على أصابعها، ما عندها أخلاق لتطلب مي من واحد بعمرك معقول؟ انت ما عم تعرف تفكر صح. هالبنت عم تلعب وما رح تجيب لنا غير المشاكل. ومن اول ما فاتت على حياتنا تطلع لنا مصيبه ورا مصيبه. انت ما بتعرفي شو القصه شاهيناز، روحي واتركيني. يوميتها صار شي مو هيك. اتنيناتن طلعوا سوا من هون. ومن وقتها هو اختفى. في شي صاروا لازم اعرفه. لك خلص. خلص سكري على الموضوع. ايه سامي لا تاكل هم، رح احميك. وبكره رايحه على الشرطه، بدي اشتكي عليها واخلص من كل هالقصه، عم تفهم؟ انت جنيتي ليش الشرطه؟ سامي شوف، هنن اكيد بعتوا لنا هاد السي دي مشان يكشفوا لنا هالبنت على حقيقتها. انا بكره رح روح واعطي للشرطه. لا شاهيناز، الشرطه ما لازم تعرف، عم تفهمي؟ لانه اذا عرفوا أنا بنحبس. ما فهمت. فياض، فياض أنا اللي قتلته. كيف يعني أنت قتلته؟ كان معه سكين وهاجمني وكان بده يقتلني، وأنا بدون ما أقصد. مستحيل تقتل، أنت مستحيل تعمل هيك. شو هاد اللي عم تحكي سامي؟ أنا بعرف أنت مستحيل تقتل حدا. روح حبيبي خلص، أنا مرتك وبفهمك منيح. لا تخاف، كل شي رح نحله. أنت زوجي سامي، بعمل أي شي لأحميك، عم تفهم؟ وقد ما كان الثمن. أنت ما بتقدري تساعديني، ما حدا بيقدر. أنا عم قلك لك قتلته. أنا قتلته، سمعتي؟ أنت ما قتلت حدا. اصحك تقول هالحكي. فهمت؟ شو بدك يعني أقول شاهيناز؟ حادث بس قتلته بإيدي. قتلته بإيدي. ويوم في حدا شافني وعم بيهددني كل يوم، طلب مصاري من فترة وعطيته، بس رجع طلب. فكرته سعيد. شوفي شو صار بأخي بسببي. تمام، كل شي رح ينحل خلص. ايه شو اعمل؟ انا خايف كتير يا شاهيناز. ما في شي تخاف منه، ورح تنحل القصة سامي. وسوزان هي السبب بكل شي عم يصير معنا، ورح خلصك منها. روق قلبي يا روحي. سامي
لوين؟ ما بدك تفطر قبل ما تطلع؟ ما لي نفس أكل. شاهيناز رايح على الشرطة اليوم. سامي أنت أكيد جنيت، ليش رايح على الشرطة هلا؟ هدول الناس أكيد ممكن يأذوا حدا تاني. لو سعيد صار له أي شيء ما كنت بسامح حالي أبدا. تمام روق حبيبي، لا تعمل هيك. ليك سعيد صار منيح وهو بيناتنا، روق لنفكر بحل. مستحيل نلاقي حل، مستحيل نلاقي. سمعتي؟ أنا إذا بدي أسكت هلا على الشيء اللي عملوه بأخي سعيد، المرة الجاية بجوز ما نكون محظوظين هيك. بعدين أنا غلطان ولازم أتحاسب على ذنبي، قتلت، فهمتي؟ لهيك رح روح هلا بعدي. سامي أنت ما قتلت حدا. حبيبي فكر، أنت بس كنت عم تدافع عن حالك. لا تضيع حياتك وحياتنا وتروح تسلم حالك. لا تتسرع، اطمن رح نلاقي حل. بس أنا مالي مرتاح، طول الوقت مرعوب وبالليل ما بنام ودائما خايف من بكرة. أصلا ما عاد في حدا بهالبيت بيحبني، ولك حتى أخي الوحيد كرهان شوفتي. شو عم تقول يا روحي؟ اهدى هلا وروق شوي، وإلا ما نلاقي حل. وعد، خلينا نطلع هلا. أبوك بينشغل باله، ما فكرت بأبوك؟ ناقصه يحترق قلبه. يلا. يا ترى فيني أعرف عن شو كنتوا عم تحكوا؟ أنا كنت رايح اليوم مشان سلم حالي للشرطة، بدي ريح ضميري وأخلص من هالذنب. سامي مو حكينا بهالموضوع قبل هالمرة، ليش عملت هيك؟ إذا ما فكرت بحالك ما فكرت فيني كمان، معقول؟ خلص ما عاد في داعي يعذبك ضميرك بعد اليوم، رح هلا لا تاكل هم. لحقوني سعيد وسوزان لهنيك، وسوزان وقفت جنبي وقالت لي ما بقدر أعيش بلاك، وقالت لي لا تتركني لحالي. تأثرت، وقت اجيتي كنا عم نحكي عن هالموضوع هذا. سعيد قال يلي خطفه كان فياض وهو عرفه، قدر يميزه من الصوت تبعه. ومرة أنا كنت قدام البيت شفته بعيوني التنتين. هلا إذا فياض ما مات معناتها أنا بريء، ما هيك؟ أنتوا ثلاثة شفتوه ميت، وأنت قلت لي إنه كان غرقان بدمه وميت، كيف بده يعيش إذا كان بهالوضع؟ ما بعرف، بس وقت سعيد قال هيك. لا تضحك على حالك سامي، حولتك سوزان لواحد قاتل، المفروض هي اللي تنسجن. على كل حال هذا مجرد أمل مو أكتر. كنتي بدك تقولي لي شي؟ قوليلي. في واحد بالشارع شد لي شنطايتي، منيح اللي كان وقتها حوالي ناس وقدرت انفوت، يعني ما في شي مستاهل. وجوزي صار قاتل من تحت راسك. شاهيناز لك انت شو عم تعملي؟ لك مجنونة، خلاص حلي عن البنت بقى. بالله شو؟ هيك رأيك؟ كل مصايبنا بسببها. مجنونة؟ انت شو عم تحكي؟ هي ما قال اي ذنب. سامي ببوس ايدك اسمعني. ولك شو بدي اسمع؟ ما بدي تحكي معي بهالقصة هي. وعم تبكي بعد اللي عملتيه قبل شوي، معقول؟ ليش كنت عم بتعيطي عليها؟ شو ذنبها هي؟ مو بإيدي سامي، وقت بشوف خلقتها ما بقدر سيطر على حالي بنوب، بتذكر المصايب اللي عم تجي من تحت راسك اليوم. ما بيكفي صرت مجرم من وراء عمايلها، خلتك تقتل، كيف بدك تخلص من دمه؟ يعني لازم تشكرها لأنها حولتك لمجرم؟ وأنا شو بدي أعمل؟ ها؟ بدك يعني أترك البنت بين إيدين فياض؟ لك حاولي تحسي فيها شوي ولو؟ اتركها، يا ريت تركتها، تستاهل اللي عم يصير. اسمعي انت تعبانة ولازم ترتاحي شوي، اهدي يا روحي، كل شي رح يتغير، أنا رح أتصرف.
برأيك ممكن نرجع مثل قبل؟ سامي حبيبي خلينا نروح على شي مطعم، أنا جاي على بالي اطلع من جو البيت. ها؟ أنت من أمتى بدي أخلقك من قعدة البيت؟ عادي، حابة نتسلى. تمام. شاهيناز، رفيقي توفيق اللي كان شاهد على كتب كتابنا متذكرتيه مو؟ ايه متذكرته، شو بو؟ رحت لعنده اليوم واعترفت له بكل شيء. شو حكيت سامي؟ حكيت له كل شيء صار فياض واللي صار معنا، بس حطيته بالصورة. ليش هيك عملت سامي؟ بالنهاية السيد توفيق شرطي. طيب فروض خبر عنك، قلي شو بدك تعمل وقتها؟ ما فيني ضل هيك يا شاهيناز. شوفي أنا كنت محتاج لحدا أقعد وأحكي له، احتمال ما أطلع قاتل، عم تفهميني شو عم قول؟ طيب مو قلت لي من فترة إنك شفت فياض بعينك ميت وغرقان بدمه على الأرض؟ هلأ شو اللي تغير لحتى تروح وتحكي له؟ ما بعرف، بس في شي مو مفهوم، في إحساس جواتي عم بيقلي هالزلمة لساته عايش. إذا هالشي مو أكيد ما كان لازم تروح وتحكي له كل شي هيك. فكرت بعد الشي اللي عملته رح شوفك مبسوطة. انبسطت؟ معقول ما أكون مبسوطة وأنا شايفتك مرتاح؟ بس مع هيك المفروض نكون حذرين وعاملين حساب. توفيق وعد يتصرف وراح يدور عليه، ننطر. أنا بتمنى هاد الشي، إن شاء الله يقدر يعرف أي معلومات، ساعتها منقدر نعيش مثل قبل. سامي تعرف حبيبي أنا كتير مبسوطة مشان سوزان. شوف خليل كيف خايف عليها، شو محظوظة هالبنت. خليل بترجع كله ينزلني. خلصنا سوزان، أنا معك، من شو خايفة؟ لك شو من شو خايفة؟ تمام، روقي وما رح توقعي. ليش عم بجبرها لسوزان؟ أنا ما عم بفهم. استنى بدي أقوم. شو؟ كتير معجبة بحالك؟ عم تتأملي جمالك مو؟ سامي شو قصدك؟ ما عم بفهم. لا أنت فهمانة علي شو قصدي. شو كان إلا طعم وقفتك مثل المراهقات قدام الكاميرا؟ الصورة اللي أخذناها ما كانت إلي لحالي سامي. إذا اليوم عملت شي حركة قدام الكاميرا لأنه تصورناها سوا. الصور للصغار، الولدنة ما عاد في إلا داعي. غيران علي منه؟ طيب حبيبي ليش عم تحكي هيك؟ لساتنا شباب، انت لساتك بنظري مثل ما عرفتك اول مرة. بعدي خلصنا، روحي نامي. سامي هالستايل لابق لك كتير. عجبك؟ بدي روح شوف الاكل. حرقتي الطبخة امينة مو؟ روحي اطفي تحتها، انا شوي وجاي لعندك. الأواعي لابقين لك كتير بصراحة، أنا كنت مفكرة ما بتعرف تشتري تياب لحالك، الظاهر كنت غلطانة. غريبة، هذا مو ذوقك باللبس أبدا. طبعا هذا مو ذوقي أبدا. أمينة عن مين كانت عم تحكي؟ عادي مو محرزة الشغلة، هذا واحد صايع من رفقات ماجد، مو مبارح عمي حكالنا؟ حياتي شو رأيك تشرب فنجان قهوة لحتى تصحصح؟ بشرب وسط. شو القصة سامي؟ مالك بالعادة ترجع بكير؟ وين المشكلة؟ تعبان شوي. سلامة قلبك عمري، حسستك شوي مهموم، كنت بس بدي اطمن عليك. ليش ما اجى عمي؟ وينه؟ المفروض جاي مع جمعة. شو بده سعد؟
ما في شي مهم. عم يقلي انه اليوم عيد ميلاد رفيقهم ومتفق مع سوزان يروحوا سوا، وعم يدقلها وما عم ترد، وقلت له طلعت مع خليل. طيب احتمال يكون عنده شغل، ليش قلتي له مع خليل؟ ليش انا بشغلة تسامي؟ هي وخليل مخطوبين واكيد رح يطلعوا سوا، بس سعيد لا عم يستوعب ولا عم يتفهم، ودائما بيسأل عنا وصايرين اغلب طلعاتهم وفوتاتهم سوا. عن جد بتحسهم هن الاثنين كتير بيشبهوا بعضهم. ماني شايفهم بيشبهوا بعض. ضل الحساب لو سمحت. ولك انت شو عم تعملي هون؟ متفقين علي يا كلاب؟ شاهينة شوفي بينك وبين فياض. انا رح احكي لك كل شيء، بوس ايدك تسمعني. شو بدي اسمع؟ شو بدك تكذبي علي لسه؟ بعدي من وشي، بعدي. سامي، سامي بس اسمعني، بترجاك تسمعني. ليك انا جديد لعرفت انه فياض ما مات ولساته عايش. هددني بالبيت وحط السكين على رقبة زينة، وقتها خفت كتير، وحياة ربي اني ما خفت على حالي ولا خفت على اختي، خفت عليك بس مشان ما تعصب انت وتروح لعنده وتقتله. والله ما كان بديك تقتله وتوسخ ايديك بدمه، رح تفهمه لحتى يبعد عنا، واطلب منه ما عاد يقرب علينا مرة تانية. سامي بترجاك صدقني، ببوس ايدك. انا غلطتي كبيرة، ما كان لازم اروح لعنده، وكان لازم اجي واحكي لك كل شي صار. والله عملت هيك لاني خفت، بترجاك سامحني. بس اللي عملتي اسمه خيانة، وبعملتك طعنتيني بظهري، وبنظري انت وفياض ما بتفرقوا عن بعض. انت خاينة شاهيناز ومالك امان. سامي، سامي بوس ايدك لا تتركني، مشان الله لا تروح قبل ما تسمعني. ممكن نحكي كلمتين؟ صاير شي معكن؟ عادي بالأول لنحكي. بصراحة ما بعرف من وين بدي أبدأ. بالفترة الأخيرة عشنا أوقات صعبة، وكمان جرحنا بعض وزعلنا، بس الحقيقة هي أهم شيء إنه أنا وياكي فقدنا ثقتنا ببعضنا للأسف. يعني ثقتي فيكي شبه معدومة. بابا عم يتصل. بابا مين بتكون انت؟ بابا ليش عطيك الموبايل لحتى تحكي معي؟ شاهيناز، شاهيناز، شاهيناز شوفي. بابا، بابا، بابا شوفي. سامي،
سامي. بابا عطاك عمره. سامي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.